سلام خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ المهمات الوليدات الامور ديالكم مزيان، 5 5 ناشطين ناشطين، نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. المهم هنايا ندير لكم لا فيديو ديالي من الصبيح ديالي. صباح الخير عليكم يا وجه الربح، يا وجه الخير والتيسير. وتنقول لكم على الكويز ديال اتاي وزبيده بلدي وشويه العسل وخبز ديال الدار. مبروك عواشركم، عواشكم مبروك، تعيدوا تعاودوا ان شاء الله يا ربي عيد الأضحى على الأبواب بالصحة والسلامة والهنا وزيادة الرزق. إيوا هنايا مان، المهم خديت لكم لقطة لقطة، هنايا صورت لكم حتى الغدا. المهم هنا راني كنت مشيت للطبيب ورجعت صفت بنتي طيبت لينا الغدا. إيوا دارتنا واحد الغداوة ما نقولش لكم عليها، الله يعطيها الصحة ويشافيها صدر ربي ويحفظ لكم وليداتكم يا ربي. المهم الخبيز ديال الدار دارت لينا، كان عندي شويه اللحم فريكو بخرات وبخرات معاه شويه الخضره والبصله ومطيشه، حطت معاه شويه الكمون قزبر حبوب الملحه. ايوا سلطات شويه البطاطا ودارت شويه الزعلوك وسلطات شويه اللوبيا وشويه الديسير. اللهم ادم نعمه واحفظها من الزوار. وجبنا مول تاع المناضه والديسير. ايوا كل مره ورزقوا كل نهار ورزقوا. المهم اختي بقيت قلبي فريكو ديالك تلقي فيه بعض المرات باش يكون عندك ما يدارش تلقيه ما يدار. ايوا هنايا تنقول لكم بداو لا فيديو ديالنا كيف ما العاده بصلاتنا على نبينا الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ايوا المهم هنا هذه هي الغديوه ديالنا، اللهم اديم نعمه ونتمنى من الله تجاه ولا تتوحم تسمح لينا خيركم في ديوركم. نتوما ماني جيد والموجودة خواتاتي من واحد الغديوه ما نقولش لكم عليها مشاهيتكم. والمهم هنايا خواتاتي دس باغا نصايب واحد المهم واحد الكيكه وواحد بسبوسه. المهم اقتصاديين، المهم اللي صبر غنشارك معكم مقادير في دقه وفي نفس الوقت نديرهم في كاس ديال موينيكس. المهم انا اول حاجه درت واحد المعلقه ديال الخل في داك الكاس ديال الحليب باش تيولي رايب البنات. وعندي واحد الحك ديال دانون، عندي ثلاثه البيضات، عندي فانيا ساشي ديال الفاني، عندي كاس ديال الماء، كاس ديال الزيت ما عامرش، وقبيصه ديال الملح البنات. صافي درتهم في داك الكاس ديال موينيكس وخلطت كلشي بمره. خلي هذاك ما كاين لا ديري هذه لا هذه، خلطت كلشي بدقه. ايوا طحنتهم موينيكس مزيان وكبيتهم في هذا المول هذا. ايوا صافي والدقيق راه واخا البنات انا مغرد ليه تنزيد نعاود نغرب له هكايا باش تجي الكيكه، تجي من الكيكه مهويه. بالنسبه للدقيق البنات انا تندير دائما الكيكه تندير الدقيق الحرش كتعجن به الخبز، تنفضل الصراحه على الفورس، ما تعجبنيش الكيكه ديال الفورس. المهم كله الراي ديالو. صافي المهم تنشارك معكم داكشي اللي درتو صافي. ونعاود لكم مقادير: ثلاثه البيضات، كاس ديال دانو، كاس ديال الماء، كاس ديال الزيت ما عامرش، كاس ديال السنيده ما عامرش، وقبيصه ديال الملح، واحد الساشيه ديال الفاني. وعندي هنايا ثلاثه الخمارات. المهم الخمارات ما درتهم حتى درت الدقيق عاد باش درت الخمارات. المهم هذه هي المقادير. صراحه كيك كيك يومي اقتصادي، والمور راني كنت داهنه ودخله المجمد وعاد جبدته. المهم عندي هذا البول هذا كبير، هذا الا كان صغير غادي تشرو يعني ما غديرش هاد المقادير كامله. المهم انا تندير هاد المول هذا حيت هاد المول عندي كبير، داكشي اش ندير داك القياس. ايوا صافي. المهم انا كبيت النص الاخر في سميتها في يعني في المول ديال الكيكه. ايوا الاخر درت فيها البنات كاكاو الحلو ولا كاوبيل كله باش تيسميه. المهم خلطتهم مزيان وعاد كبيتو على داك النص الاخر. صافي وزوقت درت عيب الفرشيطه بحال امواج باش تجي شكل وريضه. والمهم الفران انا سبقت انا المسبوسه هي الاولى على ودي تحت الكيكه تنديرها انا دائما في الفران بارد. دخلت الفران وعاد شعلته عليها.
كيما الشهر مش كنلصقها باش ندير ليها على دقيق لا والو، المول غير الزبده تندهنوا بالزبده صافي، ودرجه الحراره الفران تدير ليها 180 صافي. هذه هي الكيكه ديالنا تبارك الله، جات طالعه وجات مزوقه من الداخل. دابا تشوفوها كيفاش جات، جات غزيره ولا المذاق ولا الشكل. بالنسبه للتزوقه الصراحه كنت غنخليها على بحال هكاك. ايوا الصح الوليدات تيبغيو كيما تتعرفوا تيبغيو شويه تزوق لهم، تيبغيو الحلاوه. هنايا راني صراحه كنت باغا نديهم من لاغد للبحر، ايوا صايبتهم هذا في الليل، كنت باغا نديهم اليوم للبحر. ايوا قلت نوجدهم، ايوا صافي شديت داك دانون دهنتها به، صافي شديت داك طونيك، طونيك ديال درهم انايا درت، وديرها ديال 10 ديال تيجي زوين تا هو. المهم شديتو مزيان بحال هكا، حكيتو في الحكاكه ورشيتو عليها من الفوق، المهم عطا واحد المذاق زوين. وخا هي الصراحه تبقى هي بحال هكا والله، انا تعجبني عاديه حيت هاد الكيك سبحان الله، الكيك العادي تيجي بنين البنات والله. ايوا هذا هما الكيك الاقتصادي. ايوا صافي غنقطعو معكم، واخا راه باقي سخون البنات والله الا باقي سخون، دست نقطعو لكم وهو باقي تفور. رحت بغيت نشد نهزوها بيديا وما قدرت والله الا تيحركني في يديا. شفتوا كيفاش جا من الداخل البنات، راه جا وريضه كله بحال هكاك، جا زوين. ايوا هادشي اللي كاين احبابي، نتمنى من الله هاد الفيديو عجبكم. وغادا ندير معكم واحد بسبوسه حتى هي عاديه واقتصاديه وزوينه. المهم راه تي الكيك راه جام، منقولش ليكم جام هوي ومفشفش كيما تنقولو لها مفشفش. وهنا غندوز اختي نصايب البسبوسه. بالنسبه للبسبوسه عندي 3 البيضات، واحد 2 خمارات بيكن باودر، ساشي ديال الفاني، عندي كاس ديال السنيده معمرش يعني نص كاس، عندي كاس ديال الزيت معمرش، عندي كاس ديال الماء، وعندي اللبن. اول حاجه خويت داك اللبن في داك الكاس، واول حاجه البنات درت ديك السميده ديالي، السميده البيضاء البنات هي اللي تندير دائما، بسبست بداك الزيت 4 يعني لاروب كبيتو تمايا وبسبستها مزيان صافي. وعاد باش دست خليت على جنب باش تجي البسبوسه زوينه ومفركه. وهنايا البنات دست نخلط كلشي بموينيكس اختي، خلطي وجلطي وكبي فوق السميده. وها البسبوسه ديالك واجده يعني، الا جاك شي واحد ضيف راه بزاف باش توجد البنات. بالنسبه للسميده راه عندي السميده البيضاء حتى هي. بالنسبه للمقادير عندي 3 البيضات، كاس ديال دانون، كاس ديال الزيت، كاس ديال السنيده، كاس ديال الماء، كاس ديال اللبن، يعني بحال تقولوا 2 كيسان حيت راه درت ديك الكاس كبير يعني تيهز 2 كيسان، كاس ديال 2 كيسان ديال اللبن، وجوج خمارات، وساشيه ديال الفاني، وكاس ديال الكوك. صافي هادو هما المقادير ديال البنات، وتتجي البسبوسه واعره وتتجي اقتصاديه والله. انا خاصه انا تندير هذاك المول عائلي راه تاكلي فيها 3 ايام 4 ايام، والبنات والله درتها في الثلاجه كل مره تنحط منها والله الا تتجي بنينه وما تتقساح ما والو شيشه. انا درت هاد المول هذا ديال الفران، يعني اللاطه ديال الفران ديال الضو كبيره والله الا عرفتي تبارك الله، راه جات غزيره دينا منها باطل البحر وبقات معانا بحال كتنبغي نفطر الصباح تمشي تجبد منها هي والكيكه، حتى الكيكه المول كبير. ايوا صافي. المهم هي راه غير حيت الكيكه دخلتها هي كيف ما شفتوا باش الفران هي تتبغي الفران يكون سخون، دخلتها هي شعلت عليها هي حتى هي من التحت حتى تحمرات، وعاد شعلت عليها ثاني من الفوق صافي. وما تشعلوش ليها يعني ما تنقصوش الفران بزاف، ما تشعلوش بزاف باش ما تخطفش وتحمر غير من الفوق ومن تحت وتبقى من الوسط خضراء. انت ندير درجه الفران يعني بين وما بين. ايوا صافي جبدتها من كيف جبدتها من الفران البنات، سقيتها بكاس ديال الحليب بارد. انا صراحه ما تنبغيش ندير ليها داك السيره على وديت حلو، احنا ما تنبغيش الحلاوه بزاف صراحه، انا تبغي نقز حتى لولادي. درت داك كاس ديال الحليب الا جبدتوها هي من الفران وهي سخونه غسقيوها بالبارد، هادشي اللي كاين. سقيتها بكاس ديال الحليب بارد. وبالنسبه للبنات الكوك راه السر من
تجي واعره البنات من الداخل. درت فيها انا كاس ديال الكوكم في الخليط حتى تنبغي نخلطو السميده منين نبغي نتركب بالخليط يعني عاد تندير ديك السميده حتى ما تجي زوينه البنات. صافي راه دهنتها بواحد شويه العسل عي شويه هكا ورشيت عليها الكوك او جوز الهند ايوا صافي وقطعتها اختي. راه شوفوا كيفاش جات، راه جات عاليه واخا البنات المول عندي كبير راه جات تبارك الله وصل عندي عاليه وجات هشيشه والحبه على اختها. ونتمنى من الله هذا الفيديو هذا يعجبكم من الرضا ديالكم وشكرا للمشتركين ديالي الجداد والقدام. الله يحفظكم ليا ويسر امورنا اموركم ويحفظ لكم وليداتكم وهاد العواش ويرحم والدينا والديكم يا ربي الحبيب. واللي باقي ما اشتركش خواتاتي خوتي نزل اشترك فعل المربع الاحمر النور الجرس باش يوصلكم كل جديد ديال اختكم سعاد فضلا وليس امرا. ومرحبا بكم مع قناتي وقناتكم يوميات سعاد وياسين دائما اختي مع سعاد البساطه. بارطاجيو القناة مع الأهل الأصدقاء ديالكم والناس العزازين عليكم في الفيسبوك تيك توك أي حاجة دخلوا لعبدي الباج ديالي.